مرحبا بيكم مرة تانية، وخلينا دلوقتي نروح كده لايف فيوز سريعة مع مراسلنا العزيز جدا شريف شعبان. هو موجود في مقر فندق الإقامة وكواليس بقى فريق الأهلي لمواجهة مصر المقاصة النهاردة. عايزين نطمن على الفريق، الوضع عامل ازاي، آخر تمرين امتى، هياكلوا ايه، هيشربوا ايه، المحاضرة امتى. شريف صباح الخير عليك في البداية. طبعا صباح عليك أنا وكريم وكابتن سكوتي، وخلينا كده ننقل لجمهور الأهلي صورة حية من عندك على اللي بيحصل والكواليس. اتفضل يا شريف. طبعا صباح الخير نهوان، صباح الخير كريم، صباح الخير على كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان، صباح الخير لنجم مصر الكابتن الكبير الكابتن فوزي سكوتي من محافظه السويس ومن خلف فندق الاقامه اللي بيقطن فيه طبعا فريق النادي الاهلي. خليني الاول ابدا لكم بدرجه الحراره. درجه الحراره 31، الرطوبه حوالي 51، الرطوبه عاليه جدا في محافظه السويس، جو يمكن ما فيش هواء خالص فيه، لكن باذن الله بنامل على الساعه 7 كده يكون الجو كويس ويكون الاجواء كويسه باذن الله في مباراه الاهلي والمقاصه المقاصة والأهلي، وبإذن الله النهاردة يكون التوفيق مع النادي الأهلي ونفوز ونضيف ثلاث نقاط وداد. خلينا هوندي وكريمة أقول لكم يعني اللي أنا شفته في طريق السويس الصحراوي، حاجة مفخرة لمصر، يمكن تحيا مصر بجد. يعني طريق السويس الصحراوي حدث ولا حرج، من أول الكارتة في القاهرة لحد محافظة السويس، طريق ولا أروع ولا أجمل، حوالي 7-8 حارات، حاجة عالمية بجد. يمكن الطريق ما حسناش بيه خالص، مفخرة لمصر، تطوير الطريق، كل الطرق في مصر بتشهد طفرة كبيرة جدا في الفترة الأخيرة، فحبيت أشيد بالطريق من القاهرة إلى محافظة السويس. محافظة السويس يمكن حتى المدخل كمان يختلف خالص تنظيميا ومروريا ويعني وتطوير جدا في محافظة السويس. بقالي كام سنة ما جيتش السويس، لا الدنيا مختلفة خالص، فبجد يمكن بدعو الناس كلها اللي حابب يجي السويس هيلاقي اختلاف كبير جدا في محافظة السويس. خليني بقى اطمنكم على النادي الاهلي. النهارده الاهلي كان فطاره في العاشرة صباحا، يمكن الغدا هيكون في الواحدة والنصف ظهرا، يمكن المحاضرة هتكون في الساعة 4 عصرا، هيتكلم فيها مستر بيتسو موسيماني عن التشكيل اللي هيلعب في مباراه المقاصه، يمكن الساعه 4:30 هيكون السناكس الوجبه الخفيفه، والساعه 5 باذن الله التحرك الى الاستاد. يمكن الاستاد حوالي 25 دقيقه من فندق الاقامه الى الاستاد. امبارح الاهلي اتمرن تمرينته الرئيسيه الساعه 5 عصرا، يمكن مستر بيتسو موسيماني جرب اكثر من لاعب في اكثر من مركز علشان خاطر هيستقر باذن الله النهارده على التشكيل اللي هيبدا به المباراه اللي هتكون في 7 مساء بدل الساعه 5 يا رب باذن الله، او حسنا فعل اتحاد الكوره في تاجيل المباراه ساعتين، لان فعلا الجو حر فعلا وما كانش ينفع خالص المباراه تتلعب الساعه 5، فيا رب باذن الله الساعه 7 يكون الجو فك شويه ويكون او يكون تكون الاجواء كلها تساعد الفريقين على اداء مباراه ولا اروع ولا اجمل. وباذن الله باذن الله باذن الله يكون الفوز النهارده من نصيب النادي الاهلي. معاك نهاوند، معاك كريم لو في اي استفسار. لا تغطية أكثر من رائعة حقيقي يا شريف، وفي نفس الوقت برضو أنا عجبني جدا أن أنت اتكلمت عن محافظة السويس، هذه المحافظة اللي فعلا حتى التطوير باين عليها بشكل كبير جدا. أنا كان ليا أكثر من مرة أن أنا رحت السويس يعني، وكل زيارة فعلا بيكون فارق جدا هناك على الأرض، البنى والتطوير اللي بيحصل من المحافظات على فكرة جميلة جدا يعني. كل حاجة بنشكرك جدا جدا يا شريف، شكرا ليك والتوفيق إن شاء الله للفريق وللعيبة.